اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل بس ما ارحب بضيفي في هذه الفقره، عايز اقول لحضراتكم ان حتى هذه اللحظه لم يصدر التشكيل الرسمي من النادي الاهلي. حتى هذه اللحظه مفيش تشكيل، كل التشكيلات اللي موجوده على الصفحات كلها اجتهادات، ولكن رسميا حتى هذه اللحظه مفيش تشكيل صدر من رينيه فايلر للنادي الاهلي. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، واهم الارقام والاحصاءات والمقارنات الخاصه ما بين لاعبي النادي الاهلي ونادي الزمالك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. دلع السلام. الله يسلمك. جاي من اخر الدنيا. جاي من استاد القاهره، ساكن جنب الاستاد، فالدنيا هناك برضو في مطر اكيد. في مطر. في زحمه يعني. فبالتاكيد بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي النهارده. في البدايه في الاول عايز يعني احيي مجلس اداره النادي الاهلي على القرارات اللي اتخذت امبارح. بصراحه يعني دايما النادي الاهلي مدرسه في الاداره، النادي الوحيد او المنظومه الوحيده في كره القدم المصريه، النادي المؤسسي اللي بيمشي قبل ما بياخد قرارات بيدرسها. تجتمع الاول مع كابتن سيد، تجتمع مع المهندس خالد الدرندلي رئيس البعثه، تجتمع مع مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، بعد كده تتأنى قوي، تصبر تشوف، مش يعني ايه، لازم تتأنى وتصبر وتدرس الامر وبعد كده تاخد القرارات. ده بصراحه النادي المؤسسي الوحيد اللي بيمشي بمنظومه احترافيه في كره القدم المصريه. فبصراحه الواحد يعني فخور بالانتماء للنادي الاهلي، وتحية كبيرة جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، اللي دايما في أي أزمة بتلاقيه موجود، دايما بيعلمك إزاي بيدير الأزمة. فدي في البداية بصراحة يعني حاجة محترمة جدا، ويعني الواحد بصراحة فخور بالانتماء لهذا النادي يعني.